أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ من السودان أرسل بسؤال عن التوسل بدعاء الصالحين، يقول هل هو جائز؟ نعم، والتوسل بدعاء الصالحين معناه أن تطلب من أخيك إذا كان صالحا ويرجى من قبول دعاء أن تطلب منه أن يدعو الله لك، فهذا من التوسل بدعاء الصالحين. وقد توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا الاستغاثة والاستسقاء أمر العباس أن يدعو وهم يؤمنون فدعا وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا تسقينا، يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نتوسل بدعائه، وإننا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه. هذا هو التوسل بدعاء الصالحين. نعم.